ورح ننتقل لزميلتنا سراب الهواء الموجودة بالزبداني لنكون معها ضمن افتتاح مركز هاتف الزبداني. صباح الخير يا سراب. سراب يسعد صباحك. صباح الخير رشا، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. رشا، نحن موجودون الآن في مدينة الزبداني وتحديدا في مركز هاتف الزبداني الذي سيتم الآن الإجراء المكالمة التجريبية الأولى إعلانا لعودته إلى الخدمة بعد انقطاعه وخروجه عدة سنوات عن الخدمة، وسنتعرف على المزيد من أهمية عودة هذا المركز إلى الخدمة. معنا السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب. يسعد صباحك سيادة الوزير. صباح النور، يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية. وزير، نحكي عن هذا المركز اللي هو عدة سنوات خارج عن الخدمة، أهمية عودته للخدمة خاصة وأن مدينة الزبداني هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى. مركز الزبداني من المراكز المهمة في المنطقة الشمالية الغربية لمحافظة دمشق، ويتبع لها عدد كبير من المراكز في القرى والمدن المحيطة. للأسف الإرهاب صار في تعديات كبيرة، ب 2013 خرج عن المركز عن الخدمة. في عام 2017-2018 مع التحرير من قوات الجيش العربي السوري تم إعادة تقييم للمبنى. للأسف كان المبنى بالكامل غير مؤهل لتقديم تجهيزات جديدة. التجهيزات السابقة كانت محروقة بشكل كامل ومسروقة بشكل كامل. اتخذنا قرار ب 2020 أنه نعيد المبنى إلى ما كان عليه وأفضل بتجهيزات حديثة. بال 2020 بدأنا بعملية تأهيل المبنى، استخدمنا التجهيزات ركبناها. اليوم أطلقنا العمل في المركز، 4000 رقم هاتفي صار جاهز بالخدمة، 256 بوابة إنترنت قابلة للزيادة. اليوم من زملائنا في فرع الحزب والمحافظ بناء طلبهم كمان رح نزيد على 1000 بوابة. طبعا الشبكة النحاسية كانت مخربة ومسروقة وبدأنا بإعادة تأهيلها. قريبا اعتبارا من يوم الغد سنبدأ بتوزيع الأرقام للمناطق الجاهزة. المركز قابل للتوسع، إذا خلصوا 4000 في عنا غيرهم قادرين على أنه نأهلهم. ستعود المنطقة إلى ما كانت عليه قبل الإرهاب بهمة جنودنا، جنود السيد الرئيس بشار حافظ الأسد في وزارة الاتصالات ومحافظة دمشق وأمانة الفرع. كلياتنا عم نقدم هذا المركز هدية لأهلنا في مدينة الزبداني لإعادة عجلة الاقتصاد وعجلة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الإرهاب. وكل مركز من مراكزنا اللي خرجت عن الخدمة سنعيدها وسنعمرها بأيادينا الوطنية وخبراتنا المحلية لتعود سورة إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله، برعاية واهتمام من السيد رئيس الجمهورية بشار حافظ الأسد والحكومة جميعا. والله يعطيكم العافية، مبروك لسوريا. شكرا سيادة الوزير. كذلك معنا محافظ ريف دمشق المهندس صفوان أبو سعدة. سيادة المحافظ، عودة هذا المركز إلى الخدمة كيف ستنعكس على قطاع السياحة، تنشيط قطاع السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد؟ أكيد هي خدمة جدا مهمة لإعادة الحياة إلى هذه المنطقة التي تعج بالإرادة العودة وإعادة البناء. الزبداني هي معلم سياحي وتاريخي مهم جدا على ساحة سوريا. إن شاء الله هذه الخطوة ستعزز عودة الاستثمارات الكبيرة إلى هذه المنطقة، وأكيد بفضل وبجهود الجميع سواء العمل الحكومي أو أبناء المجتمع الأهلي. مشكورين جدا. شكرا لكم. كذلك أستاذنا، نحكي عن مدينة الزبداني أهميتها وأهمية عودة الحياة إليها تدريجيا، وخاصة نحن تعتبر مدينة سياحية. الزبداني يعني من أهم المصايف السياحية بالجمهورية العربية السورية. كان قبل الأحداث، قبل الحرب الظالمة اللي شنت على سوريا، يعني يجتمع فيها حوالي أكثر من 500 ألف سائح بمدينة الزبداني وما حولها. اليوم بفضل سواعد الجيش العربي السوري عاد القلق وعادت الحياة إلى مدينة الزبداني. تعود السياحة تدريجيا إلى المنطقة، المناطق المحيطة بمدينة الزبداني عادت إليها الحياة السياحية كاملة، مثل بلودان، مثل بقين، مثل مضايا. واليوم ان شاء الله مثل ما عم تشوفوا اليوم بهي تدشين مركز الهاتف، اليوم عادت الحياة، عاد الأعمار بفضل الجهود الكبيرة اللي عم تبذلها الحكومة لإعادة الأعمار في مدينة الزبداني. وإن شاء الله الأمور دوما للأفضل، نحن دوما نظرتنا للمستقبل متفائلة، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا.
نعم رشا، مركز أو مخزن هاتف الزبداني خرج عن الخدمة منذ عام 2013 وتعرض الكثير من التخريب والتدمير والسرقة على يد التنظيمات الإرهابية. هذا المركز يعد من المراكز الرئيسية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة دمشق، كما يعد مركز أم يتبع له عدد من المراكز، كما هو مرتبط ضوئيا مع مركز النصر عبر الكابل الضوئي دمشق بيروت. عودة إلى استديو صباحنا غير. شكرا سراب، زميلتنا سراب الهواء المتواجدة في الزبداني لنقل افتتاح مركز هاتف الزبداني. بنتشكرك يا سراب وبقيت نهار حلو لك.